ووترا ثنائي الارتكاز هو اللاعب كوامي ثم ديمبلي وقائد الفريق بالقميص رقم 8 ثم عندنا الثالوث أوكانسي وهو لاعب من بوركينا فاسو لاكبا والخطير زوغولا وهو هداف الفريق في البطولة بست أهداف منها هاتريك في مرمى ليبولو ثم عندنا أسالي هو القدام روستون كاكو رأس الحربة الصريح بالقميص رقم 24 وهو الكاميروني الجنسية فريق سوي سبورت يدربه ريغو جيرفي الدراجل التونسي في العارضة الفنية ماهل كنزاري يحاول على بالأسماء بن شريفية دربال يمين شمام يسار كابتن وسط الدفاع يلعب الترجي عن طريق الثنائي دوادي شمس الدين عن طريق الفناك ثم التراوي المولي يرجع بيفوات يابن مساك يمين بليل يسار دراجي قدام نيانج عودة الكامروني القادم من إف سي سيون الترجي يستعيد الطيور المهاجرة من خلال نقول مجهود مالي كبير من رئاسة الفريق هو الرئيس حمد المدب في استثمار ممكن الصعوبات اللي مروا بها الثنائي دراجي ونيانج باش ياخذهم معاه في الترجي مره اخرى ضغط من الترجي تمشي الكره الترجي الرياضي يحارب اليوم فريق قوي وبطل الكوت ديفوار في اخر سنتين هو فريق الترجي يحارب بالاساس اقوى من سوي سبورت يحارب لاماجينوار بتاع الكوت ديفوار السحر الاسود الذي كثيرا ما اعاق الترجي التونسي ورحلته في الكوت ديفوار 7 مباريات سابقه تاريخيا في كاس ابطال افريقيا وفي نهائي السوبر للمكشخه في الكوت ديفوار قالت الى 7 هزائم 5 مرات من الساك ومرتين من افريكا سبورت ولا مره الترجي تفادى الهزيمه في ملاعب ابيجان ليفواريه او العجيه ان شاء الله اليوم يكون استثناء وعلى فكره هو مراسلنا هاشم قال الكره التونسيه لم تفز ولا مره في الكوت ديفوار لا الفريق التونسي الوحيد اللي ربح في الكوت ديفوار كان في ربع نهائي الكوب دي كوب عام 2003 كان ليتوال النجمه اللي ربحت افريكا سبور هدف في صفر هدف زبير بيا ويهاجم الهدف تسجل في الدقيقه 70 نرجع للمباراه نرجع للقاء كوره للسوي سبورت 6 نقاط بوتون سبور بالماتش الثالث الترجي 3 السوي سبورت 3 ريكرياتيفو 3 لكن من 3 ماتشات كل فريق كما قلت ربح في بلاده ترجع الكوره للفريق الليفواري مباراه مهمه جدا ترجي التونسي حضر من خلال لقاء ودي ضد الاتحاد المنستيري 0-0 الاشكال للترجي في هذا الموسم الافريقي هو انه صلح دفاعه وفقد قدراته الهجوميه فريق الترجي سجل لليوم 4 اهداف فقط في دوري ابطال افريقيا وهي نسبه قليله وقليله جدا او 5 اهداف 2 ضد بريميرو اغوستو الانغولي 2 ضد الكوتون سبور وهدف ضد بجاية هذه الاشكال لذلك عوده الدراجي كصانع العاب هو يانيك نيانج مهمه جدا لفريق باب السويقه كره اولى لابد من التركيز بشكل هجومي والتوجه هجومي اليوم في خيارات المدرب الكنزاري عكس ما في الماتش الاول في الانغولا الترجي كان اكثر دفاعي اليوم ظروف المجموعه ظروف المباراه وايضا اهميه اللقاء وايضا قيمه الزاد البشري لانه الان بانتداب الدراجي ونيانج كنزاري عنده ما يلعب وبالتالي الترجي التونسي اليوم في شكل هجومي الفريقين الاثنين يلعبوا 4-2-3-1 نفس الخطه خطوره الفريق الايفواري حذاري من زوغولا وكاكو وسالي والترجي الرياضي يلعب على الاطراف في كوره ليانيك يانيك نيانج الترجي التونسي ان شاء الله اليوم باش يكسر قاعده الهزيمه المستمرة في أبيجان هذا البومبا جوزيف يانيك نيانج الكامروني نعرفوش بأي حال عطى يانيانج لأنه فما شهور اللي غبت فيها علينا في صيام ما لعبتش برشا ما سمعتش برشا عن أخبارك ما سمعناش برشا أخبارك هو هدافك لو يكون البومبا اليوم يعني على الأقل في 60-70% من إمكانياته فأن الترجي التونسي قادر بقيمة الدراجي البلايلي وإيهاب المساكني في الرواق أنه يصنع الفارق ترجع الكرة للفريق التونسي فماش خطأ فماش خطأ فان الحكم السنغالي يشير له اللاين مان فما فاول خلي اللعبة كوريكت خطأ لفريق سوي سبورت سوي سبورت اللي سيطر على الكرة الليبورية في آخر سنتين وافتك الزعامة فما تراجع كبير للقطبين اللي يعرفهم كل العالم العربي عن الكرة العاجية وهما الثنائي أسيك ميموزا لميمو هو فريق افريكا سبورت فريق سوي سبورت اللي تاريخيا تأسس 1977
في 77 الترجي كان عنده طارق تميم بن مراد. نرجع للقاء، نرجع في كورة للترجي التونسي، يمشي ياني كنيانج يبشر بالخير، يمشي الكاميروني يانيك وفما فاول بصافرة التيرانجا السنغالي، فال كورة للترجي التونسي. استثمر الفرصة، كان أسبوع ممتاز ما تمركهاش الترجي، لابد من انتصار ونتيجة طيبة. منتخب تونسي بدأ بالفوز لعودة الروح والثقة، 3-0 على الكونغو في ماتش ودي جورني فيفا. ثم النجم الساحلي يرجع بتعادل الثمين 0-0 مع فريق الملعب المالي في باماكو، ماتش صعيب برشا كان، وعودة البلبولي بامتياز. النادي الساقسي كالعادة ما نخافوش عليه، 3 في أديس أبابا، ويصبح أول فريق تونسي يكسب في أثيوبيا. سان جورج 3-1، شوط أول خرافي من السي اس اس، والبنزرتي إنجاز الأسبوع يربح القوي مازيمبي هدف قاتل من صالحي في الدقيقة 87. تراجل تونسي أول تسديدة أول فرصة، أنا متفائل وإن شاء الله خير. كورة من البلالي، يوسف البلالي، وكرة خطيرة والحارس، كرة خطيرة ترجع من الحارس البلالي، أنت يسبق البلالي كبس لي روحك. ترجع الكرة، الترجي الرياضي يعيش هذه الأيام حملة تكبس، لأنه مباراة مهمة جدا، ولذلك الهيئة المديرة تقرير بيتومي طامينها أخذ رحلة أبيجان، لأن بالفعل مباراة مهمة جدا، خاصة لكسر الحاجز النفسي للترجي في الشامبيونز ليج السنة، يعني لحد الآن ما لعبش ماتش اللي ليق باسمه التاريخ والقاري. ترجع الكرة من شمس الدين الزواجي، دفاع الترجي اللي قبل هدف فقط في 6 مباريات، وهي نقطة إيجابية. يظهر لي بعودة الدراجي ونيانج البلايلي، يظهر لي الترجي الرياضي في الدوبلور اللي عنده في البنك قادر أنه يمشي بعيد في البطولة. فريق لعب بالنهائي في 3 مواسم الأخيرة قادر أنه ينافس على اللقب، وهذا هاجسه الرئيسي وهذا قدره الحتمي والمحتوم. على فكرة أقوى فريق الآن في البطولة هو ما غير كلام أورلاندو بيرات، القراصنة القادمين من جنوب أفريقيا من جوهانسبورغ يربحوا 3-0 الأهلي في انتصار تاريخي في الجونة، ثم البارح 4-1 على الزمالك. فريق هذا اللي ترشح على فريق بيرات، بينما الكرة تمشي لأبن مساكي الراجل لحد الآن أفضل أخر 7 دقائق عشان يوصلها بالسالم. كرة تمشي طويلة، ترجع لمن الراسية عندك أنت بالرأس، ترجع عن طريق الشمام، كرة تمشي للترجي الرياضي المساكني وكرة أوت للترجي الرياضي. الترجي الرياضي يلعب للانتصار وهذا مهم جدا، لأنه ماتش نقول لعبنا على التعادل، واللي يلعب على التعادل يرفض اللعب يخسر. اليوم الترجي يستفيد من الدرس، الباقي التوفيق يبقى من عند الله، ويبقى التوفيق في كرة القدم. هذه كرة ممتازة جدا من يانيك، يانيك نيانج إذا يكون في فورم الكاميرون اليوم سيسجل هدف. ترجع الكرة مرة أخرى في تماس للفريق الإيفواري، كرة لفريق سيوي سبورت، كرة تمشي للترجي، ممتاز دراجي يحاول يضغط يانيك نيانج، بريسينج للترجي، كرة تمشي من يوبو يمشي على اليسار عن طريق كاسي لاريير متاع الفريق الإيفواري. طبعا سان بيدرو هي مدينة صغيرة تعد تقريب 500,000 ساكن، 350 كيلو على بيجان. ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي، فعلى فكرة من أفقر أو أكبر منطقة للعشوائيات للفابيلاس أو الأحياء القصديرية في غرب أفريقيا، وتسمى باردو، لكن باردو الكوت ديفوار، هذا باردو بتاعنا بخير، وإن شاء الله جماعة باردو بمعارضيها وحكومتها يتفاهموا باش تمشي الأمور مليح في قادم الأيام إن شاء الله للتونس والشعب التونسي. نرجع للقاء، نرجع للكرة، كرة تمشي طويلة، حذاري ترجع بالرأس، والكرة تمشي في ضربة مرمى للترجي الرياضي التونسي. 8-9 دقائق لعب في الشوط الأول، نتيجة 0-0. الترجي الرياضي التونسي في مشاركته الإفريقية رقم 24، الترجي على فكرة فاز في 19 دولة إفريقية في كأس القارة من عام 71 على الأهلي بنغازي هدف مشوش. الترجي ربح في 19 بلد إفريقي، شارل كوت ديفوار تكون رقم 20 شيفران. الترجي اللي يملك الرقم القياسي في الانتصارات خارج القواعد في الشامبيونز ليج، 9 فوز متساوية مع الأهلي القاهري اللي رجع من بعيد، فالأهلي حتما لا يموت. 1-0 عن طريق وليد سليمان البارح في ليوبار في الكونغو، وهو الثاني فريق يهزم ليوبار في الكونغو بعد السي اس اس من موسم. تمشي كرة شمام، خليل شمام، يانيك نيانج، ما حد توقف الكامروني، نيانج دراجي
دراجي بونتونا يسخن والكرة للدراجي الرياضي، تمشي كرة ممتازة للدراجي دربالي، دربالي والكرة ترجع مرة أخرى إيفوريا، دراجي يعمل في بريسينج عالي على الخصم الإيفواري من سوي سبورت، كرة تمشي وسط الميدان، حذاري من المرتدات للماكينة الإيفوارية، تبقى ديما الكوت ديفوار بلا كرة. ترجع الكرة مرة ثانية عن طريق الخطير السالي، السالي السالي في اليمين، إيهاب المساكني، إيهاب المساكني ممتاز استخلاص الكرة، يمشي كرة خالد المولي، خالد المولي الترجي انتصر هذا الموسم خارج القواعد في أنغولا، هدف إيهاب المساكني في بريميرو أغوستو، وكان أول مرة الترجي يفوز في أنغولا، إن شاء الله اليوم في الكوت ديفوار. المساكني يمشي إيهاب، إيهاب المساكني، إيهاب المساكني، كرة مقطوعة، ترجع مرة ثانية الدرجة يطلع البريس، شوف المساحات في الوسط رد بالك، والكرة تمشي إيفواريا عن طريق الخطير، يمشي الفريق البوركيني، فريق الإيفواري، لكن اللاعب البوركيني رقم 30 أوكانسي، حذاري حذاري إذا دفاع الترجي طمن اليوم فان الهجوم باش نماركيو. كرة تمشي مرة ثانية للترجي التونسي، خطيرة جدا ونيانغ، والكرة الأولى للترجي الرياضي باش نماركيو، إن شاء الله الترجي الرياضي هو الأفضل في أول 10 دقائق الليلة في ستاد شامبرو هنا في العاصمة أبيجان. 8000 متفرج هذا الملعب، ملعب صغير هنا، التوغل ممتاز، يتوغل البليلي، وكرة لنيانغ، وفرصة أولى لفريق الترجي. نيانغ اللي آخر أهدافه مع الترجي في كأس أفريقيا تعود إلى النسخة الماضية لما سجل هدف رادس في الفاينل عودة على فريق الأهلي. كرة ستعود للفريق الإيفواري. كأس الكاف المجموعة الأولى يتصدرها البنزرتي، المجموعة الثانية نادي الساقسي في طريق مفتوح بثلاث انتصارات للسيمي فاينل. بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا الصدارة بقوة في المجموعة الأولى الفريق أورلاندو بيرات، الأورلاندو اللي أزاح مازيمبي كان فاز عليه 3-1 في جوهانسبورغ، ثم في المجموعات يربح الأهلي 3 في القاهرة، يربح الزمالك البارح 4 في جنوب أفريقيا، وبالتالي فريق الساوث أفريكا أعتقد أنه في نهاية شهر 8 على الأقل في هذه الجولات كل مباراة وظروفها هو المرشح الأول لللقب هذا الموسم. ترجع الكرة لوترا، وترا يمشي للوسط الميدان، لاكفا لاكفا كرة عاجية في منتصف الميدان، قربنا من دقيقة 12 في الشوط الأول، مهم جدا السيناريو، هدف مبكر في أول 20 دقيقة يسهل برشا المباراة، السيناريو اللي عمله السي اس اس منذ ساعات قليلة في أثيوبيا. تمشي كرة عن طريق يانيك نيانغ، يانيك نيانغ كرة ممتازة، دراجي 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 بوتنسيال قوية برشا في المستوى الفني، والحكم السنغالي بال يزفر خطا للترجي الرياضي. الترجي اللي يشترك للمرة 12 في تاريخه في دوري أبطال أفريقيا، وهو الفريق الوحيد في القارة اللي كل ما يدخل في الليست وقائمة المشاركين يدخل دوري الأبطال في الشامبيونز ليج في دوري المجموعة. لم يفشل ولا مرة في الأدوار التمهيدية الإقصائية الأولى. ترجي طبعا تاريخ كبير في افريقيا، لكن يعني عيبه واللي مفسدها بالتونسي يقول لك اللي مبلبزها هو كثره النهايات اللي خسرها. لقبيه لفريق بحجمه البوتنسيال اللي عنده الجماهيري الاداري المالي الفني، مين شويه شويه برشا الكره التونسيه اصلا باربع القاب يعني في رايي قيمتها قليله جدا، بينما تمشي كره خطيره جدا والتوزيع اول كره برا لفريق سوي سبورت. سوي سبورت اربع فرق تونسيه في دوري المجموعات في البطولتين وهو رقم قياسي فريد من نوعه، لاول مره اربع فرق من نفس البلد في الجروب ستيج لكوس افريقيا. ترجع الكره مره اخرى للفريق الايفواري، حذاري توا واحد ما يستهينش بالفريق الايفواري حسب مشاهد الربع ساعه الاولى، نعرفوا اللاعب الافريقي لاعب مش ممكن توقع غلطه ولا تالق توقع بتاعه. ترجع الكره مره اخرى خطيره جدا، هذه لحظه التالق للفريق الايفواري خطيره، وفي فاول، في فاول على الشمس الدين الدوادي، لازم اكثر تركيز اكثر تنبيه للدفاع التونسي اللي لازم يستفيد، فما خطا بورقه صفراء، فال يكتفي بالقرار الاداري في مصلحه الترجيين،
هو الكرة تمشي الصعبة على فريق باب سويقة، كرة تقريبا 25 متر قابل الحارس بن شريفية. الكرة ستكون صعبة جدا للفريق الإيفواري، فريق الإيفواري اللي نتذكر هذا الموسم زاح في رقة صعبة في المسابقة وفي ملعبه لم يتعثر بثلاثية نظيفة على فريق حورية كوناكري الغيني عملاق السبعينات. الكرة الإفريقية مع هافيا وتسديدة والدفاع وخطيرة ممتازة معز، ممتازة جدا من معز، نبه الدفاع الترجي لخطورة وقوة الهجوم الحازم اللي أيضا كان ترشح على فريق الهلال السوداني لما فاز عليه 4-1 هنا في استاد روبرت شامبرو، ثم ترشح على الفوز فريق الفتح الرباطي، لذلك هو فريق ليس بالسهل. تمشي كرة مرة أخرى لفريق الترجي الهلالي، ما مشكلتنا نحن في تونس نمشيو بالأسماء، اسمه سيوي يعني جاتو. ترجع الكرة مرة ثانية، لا الكرة 90 دقيقة والكرة عرق والكرة رجال، لذلك هي اليوم مباراة رجولية بصراحة أنا وعنوانها. لا تكتيك ولا تكنيك ولا فيزيك، اليوم اش عندك في قلبك والجرينت اللي عندك باش تقلع ما تشوف. ترجع الكره للفريق الايفواري، كره عن طريق ال 27 يمشي لكفا، لكفا الترجي الرياضي لازم يستثمر فرصه التفوق في هذا الجزء الاول من الماتش باش يفتح التسجيل، لانه الاهم هو الهدف. شمام، شمام ترجع الكره بالراس البلايلي بعيد على نيانك، ترجع الكره مره اخرى ايفواريه الجهه اليمنى يلزم فيها التغطيه على مع الدربالي، كرة ما فيها شيء، ترجع للترجي الرياضي عن طريق التراوي، تراوي ايهاب المساكني اكثر سرعه، ايهاب المساكني يدخل ايهاب والكره مقطوعه، ترجع من الفريق الايفواري، كره لفريق سيوي سبورت خطيره جدا، راس راس فرصه كبيره والكره للركنيه، اخطر كره للايفواريين، اخطر كره واول فرصه للايفواريين، والكل يتحسر من جماهير الايفواريه على انه اللاعب كان سوء تعامل مع الكره. شوف الكره في اشوف سايد كسر التسلل الدفاع مع التزيديك العب كره ولا تسقيه، شوف الكره وفرصه كبيره والدفاع يتدخل عن طريق شمس الدين الذوادي، حب يامنها هو هو ممكن كان يحاول اللاعب السالي في خروج راس راس يجرب حظه ويكون فردي واناني كان ممكن يفتح التسجيل قدام المعز. فرصه الان ثانية للفريق الإيفواري داخل المباراة، 17 دقيقة لعب في الشوط الأول، كرة من السليم من الكورنر، الأجواء طبعا يصبح فيها حماس في مدرجات الإيفواريين، خطيرة كرة بالراس، كرة ثابتة والفريق الإيفواري ياخذ كرة راسية، لازم ينتبه دفاع الترجي من غير دروشة على مستوى الكرة الثابتة، اللي شفنا الهدف اللي قبلناه في أنغولا. الترجي الرياضي يلزم ينظم دفاعه وتمركزه على مستوى الكرة الثابتة، هذه الكرة من السالي يطلع بالراس وحده من الطرف الله، الكرة بعيدة و 18 دقيقة لعب في الشوط الأول، ممكن نقول بشيء من التأخير فريق سيوي سبورت يدخل في الماتش. الترجي الرياضي لونتام كان ممتاز، لكن لحد الآن مباراة متكافية، فما فرصة من كل جانب، كرة لفريق الترجي الرياضي، برشا اغلاق في وسط الميدان في التمرير الان، لازم يرجع التركيز، وكره باهيه من ايهاب المساكني، المساكني هذا تماس للترجي مش مشكل توا ما نحكيو على تماس، توش للفريق الايفواري، نصلح الحكم ما نصلح الحكم، المساعد منحها لفريق سيوي سبورت، بالفعل حكم يصلح فال والتماس لفريق الترجي الرياضي التونسي عن طريق خليل شمام، كره من شمام يمشي بالكرة خليل عن طريق عنتر يحيى، عنتر يحيى يمشي الجزائري الكرة الطويلة، تتهيأ الكرة شوف اليوم المساكني يلعب في اليسار البلايلي يرجع اليمين، شوفوا الخيارات واختيارات الكوتش كنزاري، كرة تمشي من الدربالي، الدربالي بلايلي، بلايلي فما خطأ، فاول لفريق الترجي التونسي، نقطة قلت تبقى كحد أدنى مطلوب في مباراة الليلة في أبيجان. تمشي كرة للترجي الرياضي، كرة طويلة، كرة بعيدة، فماش لاعب على القائمة الثانية، إيهاب مبدئيا نورمال كان يكون في القائمة الثانية، يستنى التوزيعة هذه من يوسف البلايلي، كرة ترجع لفريق الإيفواري، خطأ لخالد المولد، الجيل هذا عمل برشا خبرات في المسابقات الإفريقية،
سنة تقريبا الدقيقة العشرين في الشوط الأول. أنصار الترجي موجودين في استاد أبيجان. روبير شامبرو تمشي كرة مرة أخرى للفريق الإيفواري، تغطية دفاعية، دور دفاعي مهم جدا، الكل لازم يفك الكرة لأنه عندنا برشا لاعبين في الخط الأمامي ما يفكوش كرة. مد الراجل إيهاب ممكن للبلايلي، لازم شوية مساندة ما كانش تخسر المعركة نتاع البوسيشن. ترجع كرة من نيانج، نيانج والكرة ما تعداش، يمشي وترا وترا وسط الميدان، يلعب ديمبلي الكابتن، كابتن ديمبلي، ديمبلي وسط الميدان يرجع بالكرة عن طريق كوامي، كوامي الفريق الإيفواري أفضل الآن، تمشي كرة توزيع والحارس، كرة سهلة لبن شريفية، كرة تمشي المعز بن شريفية، ترجع الكرة عن طريق المساكني، ملعب مقبول ممتاز، ترجي متعود بالترتان ثم ممتازة جدا في المشهد سايد، هذه كرتنا، فرصة يا بلايلي، فرصة يا بلايلي، اش تعمل؟ يا بلايلي اش تعمل؟ والهدف الأول يرضيها مرة أولى، وجول مش ممكن، مارتيني ضيعها عاد بدنا نحطها، يا مش معقول، يا مش معقول عاد، دراجي مرة أولى ومرة ثانية مش معقول، كي تجيك كورة وكورة في شانس تاع واحد بلاش، إيه مش معقول، مش معقول، إن شاء الله خيرها في غيرها، إن شاء الله ما نندموش. باس ممتاز جدا يخرج بلالي راس راس، هنا البلالي يستنى الحل، يلقى صعوبة لكن يجد الثغرة، دراجي كرة ضعيفة ترجع مرة ثانية وكرة أضعف والهدف يضيع. فرصة كبيرة للدراجي الرياضي، الناس تبارك لي هنا قالوا لي خلاص الهدف 1-0 للدراجي، مش معقول مش معقول، هيك بس روح يمشي الكرة عن طريق البلالي أو إيهاب المساكني، إيهاب المساكني، فرصة كبيرة لفريق الترجي التونسي، يعني بونتو في وقت ممتاز 21 دقيقة. شمام شمام يعني كنيان، دراجي دراجي صلحها، يضرب ركنية، يضرب ركنية، ركنية لفريق الترجي. لا نتكلم بلغة الأفضل أو الأقوى، لكن يا أخي البوتنسيال نتاعك والهيستوريك نتاعك، قلت لك هما تاسوا عام 77 وقت أنت عندك يكور في المنزل طارق وتميم وما في المراه. كرة من ركنية، هيا نقولوا هذا هو الهدف إن شاء الله بالراس، شكون يطلع؟ يمشي كرة من إيهاب المساكني، تمشي الراسية من الدفاع، ترجع مرة ثانية عن طريق البلايلي، 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 يمشي كرة خطيرة جدا الفريق الإيفواري فما خطأ. الترجي الرياضي التونسي في مباراتين ثلاثة في الدوري التونسي، في 90 دقيقة يخسر ماتش بالطريقة هذه، كرة عنده في ركنية كرة ثابتة، بلبلة كل واحد يعمل على الثاني، باس غالط يولي كونتر، باي باي الماتش. دوري التونسي هذيك احوال وطنيه، هذا تو تمثل في كاس افريقيا، صار فيها فلوس وجمهور يستنى وينتظر يعيش على هذه البطوله من 94، من وقت 94 وقت المسابقات الافريقيه خذات القيمه القصوى في الكره التونسيه الانديه القمه عندنا. يعني بالنسبة للجمهور هذه البطولة رقم واحد مفضل. تمشي كرة الفريق الإيفواري خطيرة جدا يا ستار، كرة صعبة، كرة صعبة، كرة صعبة تخرج أوت، ضربة مرمى. 23 دقيقة لعب في الشوط الأول. آخر هدف للترجي في الكوت ديفوار الفيروتين على الزيتوني. الزيتوني سجل هدف في مرمى ساك بعد خسر الترجي 3-1 ضد الميموزا. شوف الكرة كانت صعبة لو التحق بها المهاجم الإيفواري. 23 دقيقة لعب في زمن المباراة للشوط الأول. أخطر فرصة في اللقاء في الدقيقة 20، دراجي من مرتين يهدر كرة التقدم للفريق التونسي. تمشي كرة لفريق سان بيدرو، كرة عن طريق كاسي، يمشي ليوبو في وسط الميدان، يوبو ياخذ الكرة التقصيرة الفريق الإيفواري، أضغط أضغط أطلع الكرة، ترجع الكرة مرة ثانية وفي خطأ فاول. دراجي أفضل لاعب في إفريقيا على المستوى المحليين 2011 وصاحب البالوندور الكرة العربية الذهبية 2011 عن مجلة الحدث اللبنانية. نرجع للقاء، نرجع للمباراة، يتواصل حلم الجمهور التونسي بهدف لفريق الترجي الرياضي ممثل الكرة التونسية في الشامبيونز ليج. تمشي كرة مرة أخرى إيفوارية عن طريق أسالي، أسالي هجوميا الترجي بشكل ممتاز لكن ننتظر اللمسة والتهديف، وهنا خطأ، فاول على البلاي، يرجع البلايلي في الدور الدفاعي. كرة ستتوفر للفريق الإيفواري، رد بالك يا دربالي، تمشي الكرة مرة أخرى على الأطراف عن طريق كاسي،
يمشي كاسي او كواديو. هذا كواديو يوزع كره، ترجع من خالد المولي. خالد المولي دوزيام بالو في لمسه يد، في لمسه يد للترازي التونسي. احتجاج العاجيين على حكم المباراه، هذا لاعب اللي قلت من بوركينا فاسو اوكانسي. ترجي يقدم في هذا الجزء من المباراه ممكن افضل دقائقه في دوري الابطال هالموسم، وهي حقيقه وواضحه للعيان. تمشي كره طويله، صارت تتجسم بالتهديف دراجي. دراجي يمشي ما تيحش، خطا ما فماش. ترجع الكره ايفواري، ايفواري الترجي هذه تحسوا انه قادر على التهديف. الفريق الايفواري في الدفاع فيه وعليه نص نص. ترجع الكره مره ثانيه، هسالي هسالي رد بالك من التسديد، واحد يخرج عليه يسد الكره والحارس يتبع هوايا في ضربه مرمى. 6 امتار للترجي التونسي. كانسي اللاعب البوركيني حارس ديدو كانسي سد الكره، كانت تقريبا للسوي سبورت من مدينه سان بيدرو. الايفواريا كره ترجع من الحارس بن شريفيه. الترجي التونسي في 25 دقيقه لعب في الشوط الاول، هو المبادر في المباراه، هو الحارس اكثر على التهديف. فريق الايفواري يقبل في اللعب ويحاول بالمرتدات، عندهم هجوم ايضا جيد جدا الفريق الايفواري. كره تكسيره للفريق الايفواري، الترجي يحاول يطول اللعب والكره ترجع مره اخرى في تشابه التكتيك 4-2-3-1 من الجانبين. موضه العصر، ترجع الكره مره اخرى للفريق الايفواري. كره من سيوي سبورت عن طريق ال 15 وترى وترى. تمشي الكره مره ثانيه للفريق الايفواري. اللي سيوي سبورت دربه من مواسم لاما بامبا اللي كان مدرب المنتخب الوطني الابيال في السنوات الالفيه. ترجع الكره عرضيه عن طريق اللاعب لاكبا. لاكبا الخطير يمشي اوكانسي وفي فاول. في خطا لاوكانسي على خالد المولي، فاول على المولي. يرجع بعد فتره من الغياب في التشكيل الاساسي لظروف الايقاف لحسين الراقد. ارتكاز صار رئيسي في فكر المدرب الكنزاري، وايضا غياب اليوم هاري سونافول. ولكن ديما نقول الترجي بمن حضر. كرة تمشي للفريق الايفواري في الدقيقه 27 من الشوط الاول. هدف الاول مهم جدا وباش يفرق في سير هذا اللقاء في مدينه ابيجان هذا المساء. تمشي كرة عن طريق السالي، السالي في التنفيذ للفريق العاشي. كرة من السالي، يمشي السالي في التنفيذ، كرة ثابتة، رد بالك معز، ورد بالك الحمد لله جات الصفارة. خطيرة كانت جدا على الترجي. هذه كرة ثابتة خويا عندك عنتر يحيى، شمس الدين الزوادي، تبارك الله بالطول هذاك والقامة والشمام والدربالي. فما تسلل واضح على فكره ما شمسيه، لكن لازم انتبه وينك، وين الدربالي بين باب الفله وباب الزيره يحوس. الكره ستعود للفريق الترجي الرياضي. تقريبا 28 دقيقه لعب في الفتره الاولى. الترجي سيستضيف فريق السيوي سبورت يوم 31 اوت القادم في يوم السبت في 10 متاع الليل. هذه الكره خطيره جدا على الترجي. خطورة الفريق الايفواري هي بالكرات الثابتة، لازم تمركزوا صحيح. الترجي الباقي يظهر لي مردود مقنع مع بطل الكوت ديفوار في ابيجان. ممتاز جدا في ماتش اوف سايد. يلا يانيك، يلا يانيك، يلا يانيانك، وصل الكرة دراجي، والكرة فيها خطا دراجي. فاول على الدراجي، خطا على الدراجي. كرة ترجع للدفاع الايفواري، كرة ترجع للدفاع الايفواري. الترجي لما يخرج بالكره واحده واحده، كره تكسيره ويدخل على الاطراف لكلوار، واضح انه شوارع ابيجان ستفتح. ترجع الكره مره اخرى عن طريق الكابتن، يمشي الكابتن ديمبلي. ديمبلي وسط الميدان، ديمبلي ديمبلي يلعب كره، يخرج كره بين اثنين ممتازه. تمشي كره طويله، رد بالك واحده اثنين، يخرج الترجي شمس الدين. ممتاز الذوادي، الذوادي يرجع بالكره الترجي وسط الميدان. خالد المولي، خالد المولي يخرج له، يطلع سامح الدربالي، سامح الدربالي، دربالي دربالي لفريق الترجي الرياضي. ممتاز جدا لك التسلل، تسلل على اللاعب جوزيف يانيك نيانك. 0-0 في هذا اللقاء بعد تقريب 29 دقيقة لعب في الشوط الأول. هذه الكرة باتت شوية تأخر شوية في التمريرة
دربالي فكرتها كانت ممتازة ولكن تنفيذها كان بطيء، لذلك خرج في الاوفسايد واضح على جوزيف يانيك نيانغ الكاميروني. تمشي كرة طويلة مرة أخرى وتسلل، تسلل على الفريق الإيفواري سيو سبورت. دقيقة التسللات إن صحت العبارة، ولا نتمنى أن يتسلل دراجي أو بلالي أو نيانغ ويحط الكرة في الشباك. هالي هالي الشبكة يا دراجي. دراجي اللي سجل آخر هدف إفريقي لي مع الترجي خارج ميدان في مرمى مولدية الجزائر في نسخة 2011 اللي حققها الترجي التونسي للمرة الثانية في تاريخه بعد 94. نحكي ككأس الأبطال، ولكن المرة الأولى في الشامبيونز ليج اللي أدت به لمونديال اليابان مع المدرب الوطني الحالي نبيل معلول. كرة ترجع لفريق الترجي الرياضي، تماس دربالي، يمشي دربالي، طقس ممتاز 25 درجة، أمطار خفيفة البارح لكن اليوم لباس، وبالتالي كل الطرق تؤدي إلى نقاط من الثلاثة. ترجع الكرة مرة أخرى، كرة للفريق الإيفواري. مهم جدا إن شاء الله أنه نتقدم في الشوط الأول، لأن نشوف أنه الشوط الثاني قد تتغير فيه المعطيات. ما دام الترجي أنت الأفضل في شوطك الأول عليك أن تسجل، هذا ما تمناه، لأنه ما تقدرش تضمن نفس هذه الأفضلية ونفس هذه السيطرة الشوط الثاني. الآن الترجي يلزم ياخذ بايو أو نصيبه كما نقولوا في تونس. دكتور ياسين بن حمد اللي بذل مجهود كبير في هذه الأيام في اليومين الحقيقة اللي فصلوا مباراة تونس الكونغو على مباراة الترجي والسيوي في الكوت ديفوار، باعتبار الإصابات اللي ممكن اللي كانت دربالي الدراجي تراوي، ولكن الحمد لله اللاعبين جاهزين لهذا اللقاء. كرة ترجع مرة أخرى ال 15 وترى، وترى يمشي بالكرة ليوبو، يوبو يحط الكرة اليسار عن طريق كاسي، يدخل كاسي، كاسي يضغط عليه البلايلي، كرة ترجع للترجي التونسي استخلاص كرة، تمشي مرة ثانية طلع الكرة، طلع الكرة إيهاب، إيهاب المساكني وكرة ممتازة والبلايلي، لكن الكرة ما تمشيش في الاتجاه الصحيح، تمشي الكرة أقرب للحارس، أقرب للحارس البلايلي اللي سجل هدف جميل جدا في مرمى القطن الكامروني في الجولة الثانية في رادس. ترجع الكرة مرة أخرى إيفواري عن طريق 30 أوكانسي لاعب البوركيني، ترجع مرة أخرى للفريق الإيفواري، فريق الإيفواري باهي دربالي، برافو سامح دربالي، دربالي حط الكرة مرة أخرى ضايعة، كرة ترجع عن طريق 8 يمشي القائد ديمبلي، ديمبلي والترجي من عنتر يحيى من غير فلسفة يا عنتر، كرة ترجع مرة أخرى طويلة عن طريق الحارس بن شريفية، ترجي يخص الميدان إيهاب المساكني، إيهاب المساكني نيانغ، نيانغ واحد يمشي معاه، نيانغ لمسة يد على يانيك نيانغ، والكرة ترجع للفريق الإيفواري، كرة تمشي عن طريق أوكانسي، أوكانسي يمشي بالاثنين، خرجت خرجت نعم أو تماس، تماس لفريق الترجي الرياضي التونسي. 33 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة متعادلة على البياض 0-0. هذا المساء في أبيجان. ترجع الكرة للفريق الإيفواري لسيوي سبورت. طبعا الكرة الإيفوارية في الشامبيونز ليج ربحت النسخة الثانية لكأس الأبطال عام 66 عن طريق استاد أبيجان، وقت ربحت استاد ماليان من باماكو، ثم بقاو يستناو إلى حدود 98 لما حقق اللقب في الشامبيونز ليج فريق سيك ميموزا، لما ربح في النهائي فريق اف سي ديناموس من زيمبابوي. هذم البطولتين الوحيدتين للكره الايفواريه في كوس افريقيا للانديه ابطال الدوري، ولو انه طبعا الحساب موجود والتبرير موجود باعتبار نجوم الكره الايفواريه ما يبقاوش. نيانغ يمشي نيانغ، الكره بعيده من يانيك نيانغ، كرة كيما جات من يانيك، كرة ستعود للحارس الإيفواري سيلفا، سيلفا يمشي كرة للعب كاسي، كاسي في وسط الميدان يدرج بالكرة يتقدم، هذه الكرة الأخيرة ليانيك نيانغ ما تستحقش يعني الركلة يعطينا المباشر. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الإيفواري سيوي سبورت، يستخلص كرة ديمبلي، ديمبلي بدل الكرة من جهة اليمين عن طريق ال 27 يتقدم بالكرة للفريق الإيفواري، لاكبا لاكبا ترجع الكرة من وترا، وترا ليوبو، كرة من يوبو، يوبو الكوت ديفوار وليس جوزيف يوبو الشهير النيجيري اللاعب السابق لإيفرتون يلعب الآن في تركيا بطل إفريقيا مع
النسور الخضر السوبر جرين جيرلز نيجيريا. ترجع الكرة مرة أخرى عاجية، كرة تحضر من الصلي، الصلي ترجي دافع واحدة اثنين والكرة ترجع لخطأ. السنغالي الحكم كان قريب فال، هو يزفر خطأ لمصلحة ديمبلي. كرة القصيرة هو أول انذار في المباراة، أول انذار في المباراة على شمس الدين الذوادي. شمس الدين الذوادي ورقة صفراء، أظن أنه هذه الثانية لشمس الدين، لأنه أظن في أنغولا أخذ ورقة. على كل حال سنتثبت في أوراقنا من خلال الكروت الصفراء والانذارات، ولكن الآن لنركز على الكرة القادمة للفريق الإيفواري، فريق السوي، سوي سبورت. كرة الثابتة هي المصدر الرئيسي والحصري لخطورة فريق سوي في هذا الشوط الأول اللي بلغنا من دقائق و35 دقيقة، وسكور مازال أبيض. أخطر كرة ضاعت من الدراجي للترجي التونسي في الدقيقة 20. بن شريفية يوقف الجدار ويمركز لاعبيه ومدافعيه. كرة تبقى خطيرة للفريق الإيفواري، حذاري من كرة الثابتة. يمشي للتنفيذ اللاعب كوامي، كوامي معاه أيضا لاعب كانسي البوركيني. التسديدة كرة خطيرة والحارس ممتازة. رد بالك معز بن شريفية، معز بن شريفية يستعيد الكرة. تبقى كرة للترجي الرياضي، الوقت يمر في سكور أبيض، نتيجة 0-0. كرة كانت في الوسط، كانت سهلة للمعز. الكرة ستعود بخطأ للفريق الإيفواري، خطأ على ياني كنيانك. الكرة ستلعب من الفريق الإيفواري، انخفض مستوى ونسق المباراة. الترجي الرياضي أيضا هجوميا ليس بنفس الثقل الهجومي اللي شفناه في أول المباراة في العشرين دقيقة الأولى، لتقريب كانت فرصة كل دقيقتين كل ثلاثة أو وصول مستمر لمرمى الحارس سيلفانك بو. لأن المباراة نقول منحصرة في وسط الميدان. هذا هو الخطير الهداف زوكولا اللي سجل 6 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم، 6 أهداف مع فريق السوي سبورت. كرة تمشي لفريق سوي سبورت، والكنزاري يوجه سامح الدربالي على رقم 8 الكابتن ديمبلي. ترجع الكرة مرة أخرى إيفواريا، ترجع للترجي الرياضي. ممتاز الكرة، فيها خطأ، ورقة صفراء سيد الحكم، ورقة صفراء بالفعل للفريق الإيفواري. هذه المرة للفريق الإيفواري للاعب رقم 23 زوكولا، أو كزوكولا 6 أهداف وانذار. ترجع الكرة للترجي الرياضي عن طريق دراجي، خطأ. الترجي الرياضي التونسي يتنفذ بسرعة عن طريق يحيى، يمشي كرة شمس الدين الذوادي، ذوادي كرة مقطوعة لكن ترجع بالحظ للترجي. ترجع الكرة عن طريق دربالي، دربالي دربالي يمشي بالكرة، دراجي دراجي دربالي دربالي، يمشي الكرة مرة أخرى لفريق الترجي الرياضي التونسي. ما غير خطأ، ما غير خطأ، نربح التماس، نكسب التماس. رمية جانبية لفريق الترجي حصلها البلايلي، ممكن يتبادل المراكز، المساك يمشي على اليمين، البلايلي يجي على اليسار. في الطبيعة متاعه والمركز متاعه اللي يلعب فيه ممكن يكون أفضل، وقت البلايلي ممكن يعطي الإضافة، خاصة أنه أيضا الظهير الأيمن كواديو ما شفناش حاجة كبيرة من الفريق الإيفواري السوي سبورت. خطأ على الدراجي، خطأ ضد وسام، والكرة ترجع لإيفواريا. هذه هي اللعبة ما تساعدناش، هذه اللعبة نايمة ومن بعد جي غدرة. لا، ترجري هذه ما دام 0-0 يلزم هو اللي دائما يبادر، باعتبار نحن هنا من أجل النقاط الثلاث، ألعب على الربح باش يجيك تعادل مينيموم. والكرة ممتازة، فماش أوفسايد، فماش تسلل. كرة ترجع للفريق الإيفواري، سامح الدربالي في التسلل. ممكن نعاودوا نشوفوا الريبلاي اللي نحكم على اللقطة. كرة ترجع للفريق الإيفواري، ترجي الدخلة من الأطراف، أعطيني ترى الكرة فيها شك لكن تضبط. ممكن فما لاعب هنا كسر التسلل، المولي ما غير خطأ، أنت يسبق منه. ترجع الكرة للحارس، لعب القدام، يمشي معز بن شريفية، معز بن شريفية في كرة طويلة، ترجع بالرأس للترجي الرياضي، ضيع من البلايلي، البلايلي رخوا شوية الأولاد، والكرة تمشي في تماس. مباراة الآن
ينخفض فيها قلت الريتم والمستوى الفني متوسط جدا. كرة عن طريق خليل شمام، خليل شمام لفريق الترجي التونسي، يمشي بالكرة الشمام عن طريق يانيك نيانج، يانيك نيانج دراجي، دراجي يانيك، يرجع يانيك، يانيك ممتاز واحد اثنين، يمشي يانيك شكون يتمركز اون بوان، يمشي بالكرة يانيك، يانيك نيانج بالطبيعة يستنى فما حتى واحد جاء، يانيك نيانج، يانيك نيانج ركنية على الأقل، برافو، برافو الكامروني البومبا، جوزيف يانيك نيانج لابومبا، كرة تمشي من الترجي الرياضي، الترجي الرياضي ما سجلش هدف كرة ثابتة في البطولة، من خمسة أهداف ماش كرة ثابتة ركنية ومخالفة ويستثمرها الفريق التونسي. النادي العاصمي الترجي الرياضي كرة تتهيأ من ركنية، تقريب رقم أربعة للترجي الرياضي، رقم أربعة في الشوط الأول، 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، وقت الهدف مهم جدا، نتقدم في الشوط الأول، اف سي سي في الدفاع، يمشي البلالي والراسية والكرة تمشي من جديد للدفاع لفوار، كرة تقطع حذاري من الكونتر اتاك، حذاري حذاري من الكونتر اتاك، أربعة ضد أربعة، يعطل الهجمة التراوي، ما عادش تخاف الآن مجدي ممتاز، يمشي مجدي تراوي سان فوت يا مجدي، كرة ترجع خطا للترجي الرياضي، خطا للترجي الرياضي بسرعة الدراجي بسرعة، لو يلعب أسرع وسط الترجي تطلع الكرة أسرع بالمكان المباشر، البلالي كيما تلبط كيما قلت يرجع في المكان الطبيعي نتاعو على اليسار، يهب المساكن يمشي في اليمين، ترجع الكرة من الدراجي، البلالي، البلالي، هاي نيانج استنى، دي بوريزي يلعب معاه، يمشي البلالي، البلالي يدخل وين؟ وين البلالي؟ البلالي البلالي هو فيها شيء وفيها كرة للحارس. ترجع الكرة للفريق الليبواري. كرة للسوي سبورت عن طريق اللاعب كوامي. يمشي كوامي. التلوع بالكرة من فريقين ثقيل برشا. ممتازة من الدفاع الترجي. شمس الدين ذوادي. دربالي. دربالي. دربالي يمشي بالكره، ايهاب المساكني عندك، ايهاب 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 المساكني، يرجع دربالي، دربالي شكون يجي في الوسط، ما جا حد، والكره ترجع مره اخرى للفريق الليفواري، كره والهجمه، حذاري حذاري يا صالي، واحد يطلع ليه حذاري، والكره فيها تسلل، فيها تسلل للترجي الرياضي التونسي، فريقين تقريبا يعتمدوا دفاع الخط حسب ما تبعت الشوط الاول، على الاقل نحكي على خيارات مال كنزاري على المستوى الدفاعي، كانت خطيرة برشا الكرة هذه، لكن التسلل موجود على المهاجم السالي من الفريق الليفواري، 42 دقيقة لعب في الشوط الأول، ترجي صفر سوي سبورت صفر، ترجي ما سجلش خارج القواعد من ماتش أنغولا ضد بريميرو أغوستو باعتبار صفر صفر في بجاية في الدور الثاني، ثم 1-0 هزيمة في الوقت القاتل ضد فريق ليبولو نادي الريكرياتيفو، تماس للترجي الرياضي، نتيجة التعادل مقبولة، لكن بالإمكان من خلال صورة الدراجي ذكرني بصورة الفرصة الضايعة، هي دوبل أوكازيون يعني في الدقيقة العشرين كان ممكن الدراجي يتقدم، على كل حال يعني كنيانج يعمل على الحكم في خطأ، الدراجي يستعيد كرة ويعمل على التراوي، يلعب الكرة مرة ثانية يانيك، يانيك شمام، شمام تمشي بالكرة مرة أخرى، ياب المساكني، المساكني يلعب التراوي، ماجي التراوي كرة ممتازة، الدراجي الرياضي فنية أعلى، والكرة تمشي مرة أخرى ويانيك، يانيك يانيك والكرة تضيع، ترجع مرة أخرى، قلت مرتبطين انتظروا فورمة يانيك نيانج، يلعب عنده قيمة ثابتة بطبيعة الحال وإضافته موجودة، إن شاء الله ما تأخرش، الدراجي ممكن الشوط الثاني الكنزاري يدخل العكيشي بديل يانيك في أي وقت من دقائق المباراة، وممكن في رأيي أو ما تمناه أنه ممكن المحيرسي يدخل في الكولوار في وقت من أوقات المباراة مثلا في مكانها، والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق دراجي وسط الميدان، دراجي وسام الدراجي آخر دقيقة ونصف المباراة، يمشي بالكرة الشمام، شمام خليل شمام، يمشي كرة لهاب المساكني، المساكني تحط كرة مرة أخرى للترجي الرياضي، دراجي دراجي شمام آخر كرة، الترجي قد يواجه الحسم للشوط الثاني أو ممكن هي الدقيقة الأخيرة للعبور، يعبر الدربالي، دربالي واحدة صحيحة، يمشي البلالي، 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 والكرة فيها برشا تباطؤ، فيها برشا تباطؤ وبرشا نونشالونس في الكرة الأخيرة، وفرصة تضيع على الترجي الرياضي، ورقة صفراء ثانية، ورقة صفراء ثانية هذه المرة على مجدي التراوي، مستحقة بطبيعة الحال. الورقة الصفراء في وجه التراوي
اللي عمل فاول تكتيكي لمنع المرتدة العاجية. كرة ستعود للسيو سبورت. الشوط الأول ينتهي في وقت الأصل في هذه اللحظات، النتيجة متعادلة 0-0. مباراة ليست سهلة وليست صعبة، يعني الترجي ممكن يسأل على نفسه بأكثر واقعية بأكثر تركيز قدام جول الحارس سيلفان كبو. خاصة بالمقارنة مع ظروف مثل المباريات اللي دارت في اثيوبيا للسي اس اس او في باماكو لطوال الامطار الغزيرة جدا وعشب ليس اصطناعي، عشب طبيعي. شفتوا المباريات اكيد، يعني مع الطقس 25 درجة فماش انسر من هذه الظروف. دقيقة وقت بدل ضايع، دقيقة وقت بدل ضايع، والشوط الاول باتجاه البياض 0-0 من الفريقين. الترجي كان افضل في معظم رديات الفتره الاولى وكان اقرب واخطر في معظم فتره المباراه الاولى. المهم العبره في الخواتيم في الدقيقه 90 يكونوا رابحين بصفيره الحكم السنغالي فاي. مثل هذه المباريات تكسب ولا تلعب، ومثل هذه اللقاءات الاهم فيها النتيجه قبل الاداء. ترجع الكره مره اخرى للترجي التونسي. باهي يخرج شمام. شمام على فكره ما طلع ولا مره، اوفسايد على يانيف. شمام ما طلعش ولا مره من الجهه اليسار، خايفين طبعا من ترك المساحات للمنافس العاجي. دربالي طلع مرتين ولا ثلاثه. في كل الاحوال الشوط الاول الترجي متعادل في الكوت ديفوار مع سيو سبورت. كان بالامكان افضل مما كان على مستوى النتيجه، ولكن شكل مرضي في الشوط الاول 0-0 في انتظار الحسم في الشوط الثاني. الشوط الثاني سيكون صعب على الفريقين، واللي يهمنا انه ممثلنا تدوي العين حتى الدقيقة 90 يحميك بالحاس. 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 تدوي العين حتى الدقيقة. في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات، بالتالي الان ما يبقى هو يحط الكره في الشباك من اجل 3 نقاط. انا نتصور الترجي مشكلته في هذه الفتره مونتال اكثر منها تكنيك، اكثر منها فنيه هي ذهنيه. ترجي رياضي البدايه الصعبه في دوري الابطال مع انتقادات الجماهير، مع الوافد الجديد هذا بقوه الفيسبوك والتويتر والمنتديات، اثروا شويه على اللاعبين، ما هم الا عباد وناس. كلام الصحافه، الضغط نتاع النتيجه، فريق مثل الترجي جمهوره عريض وعريض جدا، بالتالي فما كانوا المونتال تمس. لذلك انا ان شاء الله نقول الترجي اذا يربح اليوم في الكوت ديفوار باش يبدا الانطلاق نحو حلم الكاس الثالثه في دوري الابطال ونحو الالتحاق بالمغرب الشقيق في شهر ديسمبر القادم من اجل المشاركه المونديالية، تكون ان شاء الله افضل من مشاركه 2011. ترجع الكره للترجي الرياضي. دربالي، دربالي وسط الميدان، دربالي وسط الميدان. دراجي، دراجي الان فما مصطلح هو فرنسي يقول لك لونيون ساكري، الوحدة المقدسة والحلف المقدس بالنسبة للترجيين. أظن يلزم يحكوا الآن مع فريقهم، مدربهم، بلاعبيهم، مع بعض التحفظات بالنسبة لهم، لكن الآن مش وقت تفرق. الآن يلزم يقف وراء الكولور مش وراء الأشخاص، ومن بعد طبعا الحساب يجي والحساب عند التوتا. ترجع الكرة للترجي هذا التونسي. يمشي يانيك نيانج، يانيك نيانج يلعب الكرة، يخسر الترجي الكرة، تمشي عن طريق رقم 30، يمشي الخطير هذا مونديلا، مونديلا كوا اوكانسكي وراء ال 13 واديو. كيف سيكون الاداء ليفواري في الشوط الثاني؟ ان شاء الله الترجي ما يرخش ويرضى بنقطة التعادل. خطيرة والحارس بشري فيه يلزم
في وقت من اوقات الشوط الثاني ما نفكرش في التعادل. نرجع نواصل انتصار. اوكي نصف ساعه على قدرنا ما سجلناش. نحاول نجري النقطه نتاعنا خير من بلاش ومهمه جدا. ولكن الان هاجس للمباراه هو النقاط فمش كلام. لازم نلعب البدايه الشوط الثاني للربح. ولا تمشي للفريق الليفواري يغلط ويرجع الخطا الحكم. يرجع الخطا ضد ايهاب المساكني. ترجع الكرة للفريق الليفواري عن طريق الحارس سيلفا. سيلفا كبو ينزل الكرة سيلفا. ترجع الكرة للترجي التونسي في وسط الميدان. كرة مرة أخرى إيهاب المساكني. إيهاب المساكني ممكن شكل الشوط الثاني الفريق الليفواري أكيد باش يحرص على التهديف. ممكن إن شاء الله يترك مساحات باش نستثمرها هجوميا. ترجع الكرة للترجي الرياضي. هنا ممكن العكاشي في دور يظل ينفع اول الحيرس. ترجع الكرة مرة أخرى. تمشي كرة إيهاب المساكني ممتازة جدا. يلا بلالي كورتك يلا صلحها. يلا عوضها من غير استعراض من غير الشو. يهرب الشو وكرة خطيرة. الهدف الأول للترجي التونسي. الهدف الأول دراجي صلحها. دراجي عوضها بيكاسو ويماركيها. علي علي شبكة يا دراجي. 1-0 للترجي. 1-0 للترجي التونسي. ممتازه من ايهاب المساكني. لولا ضاعت في الشوط الثاني ما تبيعش ما ترحمش. دراجي جول. 1-0 للترجي التونسي. ممتاز جدا البلاي هذه المره يعمل البون يتعدى يخرج كوره ممتازه. دراجي يملى السقيه المره هذه ما ضيعهاش. كان ضيعت راني هبطك يا دراجي. ترجع الكوره البلايلي. البلايلي وسامه. دراجي جول. دراجي ينطلق في مباراه السيوي سبور ليبدا رحلته في دوري الابطال. جو جو دراجي جو. 1-0 للترجي الرياضي التونسي عن طريق اسامه الدراجي. قلت لك الحكايه راهي مونتال. الحكايه مونتال الدراجي. ان شاء الله تكمل على خير. 1-0 1-0 للترجي التونسي على سيوي سبورت. وسيوي سبورت مع كل الاحترام لا يساوي الترجي الرياضي التونسي فنيا وتاريخيا. نرجع الكره مره اخرى. تو نتمنى ونشوف في روح اخرى. نشوف الاولاد الان خرج الجرينتا اللي فيك. 1-0 لبلالي يصنع الهدف. ايهاب المساكني باس ممتاز جدا نعطيه حقه في الاسس. الانطلاقه نتاع الفلاش يوسف البلالي والدراجي يضيع الاولى ما يماركي الثانيه. ترجع الكره للترجي الرياضي. تمشي كره عن طريق التراوي. تراوي كره ترجع حذاري. حذاري من اللاعب هذا البوركيني. ترجع للترجي الرياضي عن طريق عنتر. عنتر شايل سيفو. عنتر يحيى في مباراة سيوي سبورت. تمشي الكرة للفريق الليفواري. كرة الفريق الليفواري هدف ممتاز جدا في بداية الرحلة. في بداية الشوط الثاني باش يخرج الآن الفريق الليفواري. تسديدة رد بال يا ستار يا جبار يا مانع الأخطار يا كاتب حسن وخير الأقدار. ممتازة التسديدة والأروع الفراد. كرة رائعة وجدت الأروع المعز بن شريفية. كرة من المعز اوت. ترجي الرياضي يستفيد من دقيقة ثانية باش يسجل هدف الافتتاحي. دفاعهم امبرونابل برشا. إن شاء الله دفاعنا اليوم يكون سوليد. ترجع الكرة. هيا هيا عدي لي الشمس توا. تمشي الكرة مرة أخرى لأسالي. أسالي. أسالي كيف سيكون حالي في الركنية؟ وكرة ثابتة تطلع أطلع. أطلع فما خطا للترجي التونسي. كرات الثابتة هذه صارت هاجس. هذه كانت من نقاط قوة الترجي الرياضي في الدفاع ما يتعداوش في الأتاك تحلك المباريات. 1-0 للترجي الرياضي حلال المشاكل دراجي. أول هدف للدراجي في نسخة 2013 في ماتشو الثاني. ترجع الكرة للترجي الرياضي. يلا يانيك. يلا يانيك. ربع ساعة 20 دقيقة يدخل العكاشي مش خايف. لأنه عنده في ساقيه أكثر من يانيك نيانك. في 20-25 دقيقة ممكن يكون هذا التغيير خاصة هما باش يطلعوا علينا الآن وفما المساحات وعكاشي جراي جراي. ترجع الكرة مرة ثانية عن طريق الترجي التونسي. كرة للترجي يانيك. يانيك نيانك. ترجع الكرة للترجي الرياضي. ترجع الثقة لمعسكر الصويور. تمشي الكرة للترجيين. 1-2 مطلب كرة للترجي في أوفسايد في تسلل.
تسلل تسلل الفريق الليبواري. الترجي يحاول ويحاور السحر الأسود في كوت ديفوار. 7 مباريات 7 هزائم لكل حكاية نهاية اليوم إن شاء الله تكتب هذه النهاية لهذا السحر الأسود على الترجي في أرض أبيدجان إن شاء الله يا رب. تمشي كرة البلالي تمشي كرة البلالي البلالي مرة أخرى. يانيك ادخل بساقيك يمشي يانيك يضرب الكامروني وكرة في المرمى خطيرة. ركنية ركنية للترجي الرياضي ركنية للترجي الرياضي التونسي. يانيك البومبا باهي الانتدابات هذه وجاو في وقتهم. ترجي يلقى فورمة التوب بتاع الدراجي نيانك شهر آخر شهر ونص وقت البطولة إن شاء الله تدخل للمربع الذهبي. انتصار التأهل لابد أن نحافظ عليه لابد أن نحافظ عليه. المساكني المساكني جيب الثاني باش نطمن والكرة تمشي خطيرة جدا. تبع الكرة فيق يا بلالي ترجع الكرة مرة أخرى للتماس للفريق الليباري. ترجي يتقدم في أبيدجان 1-0. ممتاز الروح نتاع يانيك نيانك. رجلين طبعا تقلب بهذا الهدف الهدف الافتتاحي في المباراة وهذه الأسبقية في بداية الشوط الثاني. هدف في وقت ممتاز جدا معنويا. ترجع كرة طويلة من سيوي سبورت ترجع كرة للفريق الليباري. مش معقول 3-3 ضد 4. يرجع الترجي سان فوت قدم له لا ما يصدقش. ممتاز الدفاع. ترجع الكرة عن طريق المسكني يضغط واحد يتعدل ويطلع مش واحد فيه وكرة في خطا للترجي. جماهير الترجي الرياضي وجماهير إيفوارية تحب الترجي. الترجي يلعب فيه إبراهيم دياكي يلعب فيه جون جاك كيزيه اللي هو المدرب الحراس. هذه كرة لفريق الترجي الرياضي التونسي. مبدئيا الزاد البشري المتوفر للترجي يخول له يطمع في البطولة باعتبار أنه مشكلة الترجي يمكن في المواسم الماضية كانت المشاكل الدفاعية. الآن يا خويا يا عنتر يحيى شمس الدين الزوادي أكسيال ترجي بإمكانه بعودة دراجي وفورمة نيانك أنه يلقى الحظوظ كاملة للقب. مازالت المباراة. أصالي أصالي سدد الكرة بعيدة كرة بعيدة كرة أوت ضربة مرمى للحارس معز بن شريفية. نتقدم هنا في أبيدجان بعد 10 دقائق لعب شوط ثاني واحد بلاش بيهاب المسكني بليلي بليلي كلوار دراجي جول. كرة تمشي للحارس بن شريفية. إن شاء الله الترجي يكون تفكيره للهدف الثاني أكثر من تفكيره في الحفاظ على النتيجة. ومازال برشا لعب برشا كرة. ترجع الكرة عن طريق البوركيني. كرة ترجع للفريق الإيفواري والدفاع ممتاز. خالد المولي يربح فاول. فاول لفريق الترجي التونسي. هل نحقق اليوم الفوز العاشر في دوري المجموعات في الشامبيونز ليج لننفرد بالرقم القياسي قدام الأهلي اللي عنده 9 بفوزه البارح في الكونغو على ليوبار بهدف. هل نصل اليوم للفوز رقم 30 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي خارج تونس في الكؤوس الافريقيه؟ وهل تكون الكوت ديفوار البلد رقم 20 اللي يفوز فيها الترجي الرياضي في افريقيا ماتش خارج القواعد؟ كل هالشيء في الراو 10 في الشامبيونز ليج 20 دول افريقيا اللي يربحها فيها الترجي ان شاء الله و30 انتصار في الاول كومبيتيشن. مازالت الربحة مازالت اللعبة. فريق ليفواري نام يضغط واحد كان جايار يختار بونتورا ويختار البونتو مثل السيابي. 87 باع وروح. كرة مازالت طويلة خطيرة واللمسة الفنية من لاعب زوغولا. بالفعل زوغولا على طريقة فان باستن في مرمى إف سي غوتبورغ. كان أول مرة لاعب يسجل سوبر هاتريك رباعية في الشامبيونز ليج هذول 92. فان باستن سجل هدف بهذه الطريقة ضد غوتبورغ لكن يبقى شوية. زوغولا زوغولا أبيدجان سان بيدرو. تمشي كرة طويلة عن طريق بن شريفية بن شريفية في وسط الميدان. أصلي دينا نقبل في برشا اللعب مازال برشا مازال برشا وقت يلزم متوازنة الأمور. أوكي ندافع ما نهاجم لأنه الترجي الرياضي في قناعات لأنه بإمكانه الهدف الثاني. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق الإيفواري
عن طريق سيو سبورت. اللاعب كواديو، كواديو يمشي لديمبلي، ديمبلي يدور كره مليح، الان يدور كره مليح والخطوره، برافو الزوادي. شمس الدين بك عندك انذار، ترجع الكره مره اخرى يكبس والكره ترجع لفريق السوي. كره للسوي سبورت، كره للسوي سبورت. يعني الترجي ممكن لاعب في وسط الميدان على حساب مهاجم، لانه برشا الشكل الهجومي يرفع الان. وقت السجل كنت قدامك يظل الترجي باش ما نقبلش اللاعب وما نخسرش هذا الصراع الدفاعي. اذا واحد وسط ميدان بطابع دفاعي الان يخرج مثلا لمساكني، اوكي تلعب على الكونتر اتاك، نقعدوا نقبلوا اللاعب في نصف ساعه، الاعصاب ما تتحملش والقلب ضعيف. كرة ترجع من سيو سبورت عن طريق اليمين، ذو الثقة في إمكانياتهم. ترجي يتمركز ويتعسكر في مناطقه الخلفية. كرة تمشي بورية، كرة طويلة والدربالي البن شريفية. 13 دقيقة لعب في زمن الشوط الثاني، 1-0 الترجي دراجي. هذه اللمسة الفنية ممتازة جدا من اللاعب كواديو. راوغ طريقة فنية رائعة جدا لاعب هلالي، بينما يصاب شمس الدين الدوادي. ان شاء الله مش نفس المشكل، ان شاء الله يكون اصابة تكتيكية كما نقولوا، باش يرتح شوية زملائه وياخذ الكنزاري وقته الان باش يعطي التعليمات للاعبين بعد الوضعية الجديدة المناسبة والسانحة والرائعة بالنسبة للترجيين. 1-0 دراجة. هذا الكوبوي في ابيجان، رئيس النادي اكيد اعضاء الشرف، المسؤولين الجهويين الكل يجيو في المباراة هذه طبعا. 1-0 لفريق الترجي. اصابه قلت ان شاء الله تكون تكتيكيه من شمس الدين الدوادي باش يريح شويه زملائه. لاحظنا بعد هدف الفريق الايفواري بدا ياخذ الافضليه في الميدان. ترجع الكرة للفريق الليفواري، يرجع الكرة لبن شريفية. فير بلاي مغلف بخباته يعني حتى بالجول. ترجع الكرة للفريق التونسي، كرة للترجي الرياضي. 14 دقيقة لعب في الشوط الثاني، يمشي لمعز بن شريفية. معز بن شريفية ترجع مرة ثانية لفريق الترجي. يلا دراجي، دراجي يا ابن مساكني، يا ابن مساكني. فما تسلل، تسلل للترجي الرياضي. اوفسايد لفريق الترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله كمالة اسبوع ممتاز جدا. فوز البنزرتي، فوز ستاقسي في اثيوبيا. هذه بنزرتي ربح كاليبر كبير مثل مازيمبي، برافو. الترجي الان يتقدم الان في الكوت ديفوار. هو النجم الساحلي نقطة ثمينة في مالي. الان نقطة البارح تصبح في طعم الانتصار مع الهدية اللي قدمها له السي اس اس بالفوز على سان جورج في اديس ابابا. ترجع الكرة للفريق الايفواري، ترجع الكرة للترجي الرياضي، لا للفريق الايفواري. كرة تبقى عن طريق كوامي، كوامي كوامي، والكرة على اليمين للفريق الايفواري. كرة للفريق الايفواري، واحدة اثنين خطيرة جدا، صعبة جدا، مش ممكن تسديدة، وبرافو الحارس مرة ثانية والعارضة مع الترجي الرياضي التونسي. مش ممكن، مش ممكن، الكرة حبت الترجي الرياضي في هذه اللحظات. كرة كانت قريبة جدا للتعادل. فريق ليفواري لو ترجع له الثاني راه في مركز. ايوا لا تقول لي هاو بوما، لا تتكلم، انا نقول لك كيما قلت لك باش نماركيو، نقول لك الان هالتوجه الدفاعي راه باش نقتل. لازم الترجي يمسك وسط الميدان ويلعب كيما كان بالتوازن. شوف الفرصة، برافو بن شريفية، ثم شكرا للعارضة. العارضة تمنع الفريق ليفواري من التعادل. فرصة كبيرة كانت عن طريق الكاميروني، الكاميروني روستون كاكو، كان ممكن يتعادل. فريق الايفواري الان خطير جدا. نيانج ما تنساش الاتاك، بلالي، بلالي دراجي، دراجي شدوا كورة، دراجي يضرب فيه، تماس للترجي الرياضي. الان اظن تغيير يفرض نفسه، يلعبوا في توجه هجومي واضح ضربة ملعبية. ثم شوية ممكن اللياقة البدنية البعض اللاعبين قدام ناقصه شويه. ايهاب، ايهاب يحسم المباراه لمساكني، لمساكني برا بوب.
إيهاب المساكي يمشي كورة إيهاب يرجع بالكورة الترجي بلالي بلالي يرجع مرة ثانية دربالي دربالي صحيح سامح الدربالي تمشي كورة التراوي تراوي دربالي دربالي تراوي المساكني والكرة للترجي الرياضي عن طريق البلالي البلالي وفرصة للترجي الرياضي عن طريق جوزيف ياني كنياي صحيح يلزم ما ننساوش الهجوم كان الترجي قادر على الهدف الثاني زاد نصف ساعة هو التغيير بدخول سيف الدين العكرمي دخول سيف الدين العكرمي ترجع الكرة للفريق الليفواري كرة للفريق الليفواري سيف الدين العكرمي حضر في نفسه للدخول اللاعب السابق للنادي الافريقي والمنتدب حديثا من الاتحاد الرياضي المونستيري ترجع الكرة مرة أخرى لسان بيدرو لفريق السوي سبورت للاعب كوامي كوامي تمشي الكرة لكوامي حط الكرة ديمبلي ديمبلي بعد الكرة يدور كرة ممتازة يظهر مستوى ليفوار الآن لبطل كوت ديفوار باية وخطا للذوادي خطا لشمس الدين الذوادي بصافرة السنغالي فال كرة ستعود للترجي التونسي يلعبوا في الدقيقة 18 من زمن الشوط الثاني والتقدم تونسي بهدف الترجي هل هناك التغيير اضطراري سيف الدين العكرمي لاعب كولوار نشوفوا التغييرات يقوم بها ماهر بينما كرة ممتازة الترجي كنترول كرة ترجع لفريق السوي سبورت كرة للسوي يمشي مرة ثانية للفريق الليفواري كرة طويلة خطيرة جدا والحارس والدفاع برافو بن شريفية برافو بن شريفية مش برافو الدفاع ممتازة بن شريفية خطيرة جدا والتعادل الليفواري كان قريب جدا مرة ثالثة الآن في الدقيقة 19 من الشوط الثاني فرصة خطيرة جدا راس راس هو بن شريفية يفرض نفسه كنجم الجزء الثاني من هذا الشوط الثاني باعتبار هدف الترجي عن طريق الدراجي يفرض واقعية اختياره رجل الماتش لحد اللحظة شوف الكرة شوف الخطورة كرات طويلة لاكس هو النوم في العسل في ظهر المدافعين يسبق شمس الدين يضرب كرة الكامروني هو الدفاع والترجي ينقذ من باراد كبير برشا من معز بن شريفية 1-0 للترجي التونسي كرة ستعود للفريق الإيفواري كرة من تماس عشرين دقيقة طبعا الرياكشن هذه وردة الفعل الإيفوارية منتظرة مرتقبة جدا الكنزاري اللي حد الآن أدار المباراة بشكل جيد إن شاء الله يكمل في حسن الاختيار للتغييرات اللي باش تأثر طبعا على مصير اللقاء. تمشي كرة طويلة. كرة عن طريق الحارس. حارس سيلفان كبو. سيلفان يلعب كرة طويلة. ترجع بالراس ولا ياخذوا بكرة العالية رد بالك برافو. كرة ترجع من عنتر يحيى. والتسديدة الليفوارية وكرة برا أوت. ضربة مرمى للترجي التونسي 20 دقيقة لعب. 20 دقيقة لعب بالضبط في الشوط الثاني والنتيجة تغيرت منذ الدقيقة الثانية في السكند هاف عن طريق دراجي التغيير يبقى لحد الآن سري هل سيغادر إيهاب المساكني من سيكون المغادر إيهاب المساكني بالفعل إذا يغادر إيهاب المساكني يدخل سيف الدين بن عكرم يدخل سيف الدين في أول ظهور للاعب السابق للإفريقي والاتحاد المونستيري الاتحاد على فكرة اللي يمول الأندية التونسية بلاعبين مميزين جدا الحقيقة النجم تاع المشاركة التونسية الإفريقية في بداية الجولات الثلاثة الأولى ماهر الحناشي تاع سي اس اس فرش فيه أكثر مباراة تبارك الله عليه
حقيقة ممتاز جدا من الحناشي، رجعنا الفورمتو بتاع 2008-2009 مع اليو اس ام. نرجع الكرة للترجي الرياضي، لأن كيف سيكون التمركز التكتيكي للترجي؟ يعني العكرمي لاعب آخر في وسط الميدان، تصور باش يكون في الأروي قا ننتظر كرة ترجع لفريق السوي سبورت. حتى نيانج يظهر لي يلزم يتغير ونلعب بالعكاشي الآن. العكاشي يدخل بديل نيانج خلاص اللي عنده أعطاه، طبعا لاعب راجع بعد احتراف ما تعداش فيه، بعد ستوب كبير برشا، ما لعبش برشا لقاءات، برشا دقائق في سقيه، ما عندوش كرة في سقيه. لذلك أنا نتوقع ونتمنى أنه العكاشي يدخل الآن بديل لنيانج. وقت تولي اللعبة 10-10. يانيك يقول لي استناني باش نحط الثاني ونخرج. يمشي يانيك نيانج يلعب الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي عن طريق سيف الدين بن عكرمي. سيف الدين يمشي بالكرة الشمام بن عكرمي يمشي سيف الدين، ممتاز سيف الدين يوزع كرة والحارس. توزيعة سيف الدين والحارس سيلفاكبو. ترجع كرة مرة أخرى للفريق الليفواري. كرة الفريق الليفواري ولا يطول في اللعب. مبدئين هذه لعباتك يعني يا شمس الدين الذوالي ويحيى إذا يلعبوا الكروس لونغ ويطولوا الكرة. ترجع الكرة ل 19 كوامي تزيد حماسة المباراة كل ما نقترب من النهاية. والنتيجة 1-0 للترجي الرياضي. كرة ترجع دربالي البلالي يعطي كرة ليانيك يحطها لقدام، زيد شوية لقدام يانيك نيانج يستنى يلعب كرة ممتازة. ترجي الرياضي كرة خطيرة جدا كان يلعبها على اليسار، كان يلعبها في اليسار درجة. ما عندكش اللاعب التونسي ما عندوش هذاك الكرة لافيغل ما يعرفهاش ما يسمعش بها. ترجع الكرة للترجي التونسي. يانيك نيانج المولي البلالي يحط كرة للترجي الرياضي، فرصة الهدف الثاني. اضرب يد الراجي، فرصة للترجي الرياضي تضيع، فرصة تضيع للترجي الرياضي. صحيح الان الترجي الرياضي يرجع متوازن. نلعبوا في كورة، نلعبوا مع بطل كوت ديفوار، هو خطير وانت لازم تبقى خطير باش تجيب الثاني ان شاء الله. تمشي الكرة مرة أخرى ايفواري، كرة للفريق الايفواري، كرة 1-2 خطيرة والحارس بن شريفية. كرة فرصة خطيرة جدا وممتازة جدا. كرة جميلة جدا من الفريق الايفواري وممتازة جدا 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 من الحارس بن شريفية. البارح البلبولي خميس عليه واليوم بن شريفية تبارك الله عليه. شوف لين دو في وسط الدفاع يضرب كرة وبن شريفية قال لا. دقيقة 70 استنى للخواتيم، لابد من الصمود. كرة تمشي دربالي خرج، كرة تمشي طويلة، رد بالك بن شريفية يا ولد يا المعزية. بن شريفية يتألق في هذه الكرة معزية الشكري. ترجع الكرة مرة أخرى لبن شريفية. طبعا معزية الشكري على نغمتك المدرجات بتاع تونس ديما، شكري يا عتروكا وصالح يا عتروكا وغيرها. تمشي كرة للترجي الرياضي، خلص يا بلاي فيها خطا وفيها ورقة وعطيه حمراء. تخوب فيها السنغالي واعتبرها فاول على الديالي، اعتبرها خطا على بلاي لأنه هذه كانت مخالفة للدراجي في أحلى مكان وإقصاء على الإيفواري في أحلى زمان. و2-0 الترجي ينتصر في الكوت ديفوار. زاد واحد بلاش، كرة ترجع للفريق الإيفواري. فما كرة للسوي سبورت، 20 دقيقة ليس الآن مازلنا مربحناش ويلزم نسلموش. ترجع الكرة للفريق الإيفواري. كوامي يلعب الكرة، كوامي عن طريق الخطير كواديو يمشي بالكرة مرة أخرى عن طريق اللاعب مانديلا. كرة دون مليح للفريق الإيفواري السوي سبورت. كرة عن طريق الهجوم، يمشي بالتوزيع، يدخل قدام العكرمي يا ولد يا سيف الدين بن عكرمي. سيف الدين اعطي باس، كرة للدراجي زيد هالو والكرة قتلته بها يا أسامة، قتلته بها. الكرة ترجع مش مشكل. كرة ترجع للفريق الإيفواري السوي سبورت. كرة من السوي، كرة بعيدة، ضربة مرمى ياخذ فيها وقت الترجي ليتنفس. 20 دقيقة أزيد شوية لنهاية الماتش، الترجي واحد بلاش الدراجي. باهي في 75
76 دقيقة يسحب نيانغ ويدخل العكاز. تمشي كرة طويلة. كرة ترجع ليانيك نيانغ. يانيك. سيف الدين العكرمي شد كرة صحيح. المولي التراوي. لما اكتنزناه من خبرات 24 مشاركة. لازم تعرف تسلك أمورك اليوم يا الترجي في الربع ساعة الأخير. ترجع الكرة المهز بن شريفية. يمشي المهز في كرة طويلة. ترجع بالراس. كرة كانت من البلايلي. كرة ترجع مرة أخرى للفريق ليفواري اللي ولا يطول كرة ممتازة جدا لكرمصاي. تسلل لكن يلزم شوية مش شوية برشا. دراجي وبلالي ونيانك يضغطوا على الاكسيال اللي طولوا في اللعب يا اخي. اضغط شويه خلاص لازم الضحك. كما الشامبيونز ليغ ومونديال ومليارات هكاكا. ترجع كره المعز بن شريفيه. 72 دقيقه لعب في المباراه 1-0 للترجي الرياضي التونسي. هدف دراجي الدقيقه 47 يعني الثانيه في الشوط الثاني. تمشي كره طويله ترجع بالراس. كرة عن طريق شمام. شمام يمشي لعكرمي. كرة تمشي سيف الدين ممتازة سيف الدين بن عكرمي. قدم الإضافة في دقائق الأولى بلون الأصفر والأحمر. كرة تمشي من خالد المولي. دراجي حط كرة البلالي. دراجي والكرة تحبه مرة ثانية. دراجي لنيانغ. شنو الاثنين واقفين وقفوا يا ماهر. الاثنين وقفوا. دراجي اوكي يقعد خاطر يعطيك باس داخل العكاش هنا في راي. والكره تمشي مره اخرى ديمبلي يرقد له. ممتاز التكليف داخل ممتازه جدا من شمس الدين الزوادي. كره شنو وكره ستعود للفريق ليفواري او للترجي الرياضي. كره ستعود للترجي الرياضي. كرة للترجي التونسي اللي يتقدم 1-0 هنا في أبيجان في استاد روبر شامبرو. ياخذ وقته مجدي التراوي. كرة من مجدي التراوي بإمكان الترجي الرياضي يسجل الهدف الثاني. فما مساحات. برافو اسامه برافو. ترجع كرة دراجي بلالي ونيانغ ويوسف يا بلالي لبلالي والكرة ترجع من الدفاع ليفواري. ممتاز الترجي التونسي في المباراة اليوم. فما الروح فما لونجاجمون برشا فما الالتزام والانضباط التكتيكي وفما ايضا الخطة اللي حد الان ناجحة والمجازفة الهجومية نتاع كرزار اليوم اللي تحت يوكا. فريق الترجي مؤهل أنه يلعب دائما للانتصار. هما يخافوا منا نحن ما نخافوش. نحتاط ونحذر المنافس طبعا نحترم المنافس. يمشي بالكرة للفريق ليفواري. برافو وكرة تماس للفريق ليفواري. أصعب ربع ساعة في المشوار القاري هذا السيزون وأطول ربع ساعة في الشامبيونز ليغ 2013 في توزيعة وكرة ممتازة مش ممكن. ميراكل معجزة إلا التصدي نتاع بن شريفية. كرة كانت خطيرة جدا فريق ليفواري. فريق ليفواري بعد الهدف يأكد أنه فريق محترم جدا. ممكن تنقصوا الخبرة الإفريقية. برافو. زوغولا يسدد وبن شريفية. ترجع الفريق ليفواري طبعا يضغط أكثر الفريق ليفواري طبيعي جدا. ترجع الكرة للترجي. بربي اللي تجيه فرصة يحطها في الشبكة 2-0. هاي المباراة صعبة جدا في الدقائق الأخيرة. يعني كنيان كاو يدخل لعكاش. هاي تمجويني ممكن لأنه نفس اللعب لأنه نتصور نتخيل فيكم تفرجوا في الديار توا في القهاوي فما شكون يقول الجويني. المباراة هذه في الظروف هذه في النتيجة هذه نتاع العكاش في الربع ساعة الأخيرة. شوف كرة الهدف ممتاز الباس ممتاز من يابو مساكني يتعدى البلالي
ويحطها المرة هذه في تبقى الدراجي ما يضيعش. ذكرني بأهداف سابقة للترجي التونسي من الطريقة هذه، نذكر هدف الديناموس، ديناموس في هراري، هدف الدراجي أيضا وقتها كان 2010. كرة ترجع للترجي التونسي، نتنفس السعداء. ترجع كرة سيف الدين، سيف الدين العكرمي، ترجع كرة ليانيك نيانج، ليانيك نيانج يمشي العكرمي، العكرمي للترجي الرياضي. مازال عندنا طبعا تغييرين، أكيد ماهر باش يتصرف في التغييرات نتاعو في الدقائق العشر الأخيرة. نيانج، نيانج تمشي الكرة العكرمي، ممتاز سيف الدين وتماس، تماس الترجي يلعب في مناطق لا الحكام يقول ضربة في العكرمي، مش مشكل، الترجي لازم يلعب في منطقة السيوي سبورت. ترجع كرة فريق ليفواري، واحد يتقدم، شوف فماسك الارسينمون على اللاعبين نتاعهم اللي يعمل الرولانس مرتاح مسهل، هاو شوف يقدم ويحط كرة ويقدم ويعطي يوزع، يمشي اللاعب ليفواري. دقيقة 77، كرة عن طريق كواديو، كواديو، كواديو قدم له يانيك، كواديو، كواديو تمشي بالكرة، كرة ممتازة من الفريق ليفواري خطيرة، والدفاع ابعد، كرة ترجع مرة أخرى، دراجي شمس الدين، والكرة تقطع مرة أولى مرة ثانية ما حبتش تخرج، ما غير خطأ، دراجي يخسر الدويل، والكرة ترجع من السيوي سبورت، السيوي سبورت، في كرة تمشي توزيعة وبن شريفية، وكرة للترجي الرياضي التونسي، كرة لفريق للترجي الرياضي عن طريق المعز بن شريفية، 78 دقيقة، تمشي كرة طويلة، يعني كنيانج مات، يعني كنيانج خلاص يعني مات كرويا، كرة ترجع للفريق الليفواري، كرة ترجع للفريق الليفواري، تمشي كرة عن طريق وترا، وترا، وترا يمشي لكاسي، يا سالي، يا سالي، يرجع للاعب كاسي، كاسي، الكرة تمشي مرة أخرى للفريق الليفواري، ديمبلي، ديمبلي، ترجي يعمل ضغط، كرة ترجع تتبنى من الخلف من الفريق العاجي، كرة لفريق السيوي سبورت، وكرة صعبة مرة أخرى، مباراة صعبة في الدقائق الأخيرة ستكون على الترجي الرياضي. ديمبلي، ديمبلي، كرة ترجع من الفريق ليفواري، هذه الكرات اللي حبذها ليفواريين، كرة القصيرة يدخلوا بالوحدة اثنين، مرة أخرى تقطع من الترجي، لكن ترجع الصعبة البلالي والتوزيع وعنتر يحيى، عنتر يحيى شدوا كرة، شدوا كرة، يعني كنيانج وتماس، تماس للترجي، الحمد لله على الأقل ربحنا التماس، يعني يرتاح شوية دفاع الترجي الرياضي لأنه كل الضغوط على دفاع الترجي الرياضي التونسي. لاعب ممتاز وسريع جدا كواديو يربح تماس، يستهلك وقت، وصلنا دقيقة 80، 10 دقائق أخيرة نهاية المباراة، فما تغيير في الأفق أو لا، فما إسعاف لعنتر يحيى اللاعب الجزائري اللي شارك في مونديال 2010 مع الخضر. كرة ستعود للترجي الرياضي، سامح الدربالي، دربالي يمشي بالكرة، الدربالي حط كرة دراجي، دراجي البلالي يطلب خطا ما فماش، والكرة ترجع مرة ثانية، متسقيك، متسقيك، برافو التراوي، الكرة ترجع مرة ثانية، واصل الضغط ممتاز، مجدي التراوي مرة أخرى، والكرة ترجع للفريق ليفواري، كرة ترجع للفريق ليفواري، في كرة طويلة مرة أخرى وتسلل، وتسلل على الفريق ليفواري، تسلل مرة أخرى على فريق السيوي سبورت. دخلنا في الفيراج الاخير، المنعرج الاخير، تسلل الموجود، كرة تمشي عن طريق العكرمي، سيف الدين، سيف الدين العكرمي يمشي بكرة طويلة، ياني كنيانج، كرة ترجع مرة أخرى للفريق ليفواري السيوي، تمشي كرة طويلة، واديو ممتاز البلالي، البلالي يلعب مع يانيك، يانيك نيانج، يانيك نيانج شكون يجي معاه؟ يانيك يستنى واحد يطلع معاه على اليسار، يجي له سيف الدين العكرمي، سيف الدين العكرمي، كرة للترجي الرياضي، يانيك،
يانيك يرجع كرة ممتاز يانيك نفس الكرة المولي المولي دراجي 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 حط كرة البلالي الآن الشانس البلالي يلعب مع الدربالي بسرعة سامح الدربالي دربالي دربالي البلالي البلالي وكرة وقفها الحكم كرة فيها تسلل على ما أعتقد أكيد فما أوفسايد تسلل على الترازري هذه مش مشكل فإحنا فيها تقريب الهجمة 30 ثانية 40 ثانية نحكي بلغة الثواني مهم جدا انتصار اليوم يفتح كل الأبواب ويرجع الروح المعنوية ويرجع الوحدة الترجية في كل مكونات الفريق إدارة وجمهور ولاعبين ومدرب ترجع الكرة مرة أخرى لبلالي رد بالك عنتر يحيى عنتر يحط كرة طويلة تمشي كرة مرة أخرى للفريق الإيفواري فريق الإيفواري عن طريق يوبو جاية من وترة تمشي الكرة الكوامي كوامي مرة أخرى كوامي يحط الكرة في اليمين في اليمين يمشي كاسي كاسي يلعب لها السالي والترجي الرياضي يستخلص كرة أكثر سرعة سيف الدين ممتاز ممتاز العكرمي ممتاز أطلع معاه الأولاد القادمون من الخلف يمشي العكرمي يمشي العكرمي ممتازة سيف الدين سيف الدين وممتازة من سيف الدين هذيك حلها راهو الأولاد ما يطلع مع حد مولي تماس خلاه ترجع كرة للإيفواريين 8 دقائق 9 دقائق نهاية المباراة سيف الدين العكرمي مواصفات بدنية وفنية محترمة جدا كرة ترجع للفريق الإيفواري باش يدخل العواضي باش يدخل العواضي في وسط الميدان كرة تمشي العواضي ممكن مكان الدراجي الآن بالفعل تغيير يفرض نفسه أنا الآن عواضي بلاصة الدراجي وحكايشي بلاصة نيانج ما توفاش واحدة بلاش توفى اثنين بإذن الله ترجع الكرة مرة ثانية للفريق الإيفواري كرة للسيوي سبورت كرة للسيوي سبورت تمشي الكرة مرة أخرى للفريق العاجي عن طريق وترا يمشي وترا حط الكرة عن طريق واديو واديو وترا مرة أخرى وترا ما يشوتش ما يباسيش واحدة اثنين اختيرة والتسديدة وكرة برا كرة برا كرة برا طول تغيير يخرج دراجي يدخل عوض طوى التغيير كرة ستعود لفريق الترجي التونسي دقائق الأخيرة شوف الكرة الأخيرة الدراجي يخرج يانيك نيانج يدخل العوادي يدخل العوادي وهما باش يدخلوا رقم 14 تغيير أول أو ثاني في التشكيل الإيفواري والآن التغيير في الترجي الرياضي التونسي العواضي سيغير من سيخرج نيانج باش يولي بلالي هو البوانت يلعب عليه الترجي في سرعته لو يكون بدنيا جاهز الآن هو الحقيقة انضباط تركيز باش تربح ماتشوك الآن ترجع الكرة عن طريق بن شريفية يمشي معز بن شريفية كرة طويلة للترجي الرياضي التونسي سيف الدين العكرمي والتماس للترجي الرياضي التماس للترجي الرياضي تمشي خالد المولي كرة ترجع للتغيير تغيير الآن يتم للترجي الرياضي يدخل كريم العواضي بديل لجوزيف يانيك نيانج طبعا تعزيز خط الوسط وهذا مهم جدا ومنطقي جدا الآن في الدقائق الأخيرة مش تسيطر الترجي على الكرة ونربح التوقيت خمسة دقائق خمسة دقائق الوقت يمر في صالحنا 1-0 للترجي الرياضي التونسي هدف دراجي ساكني بلالي دراجي جول خطا لكريم العواضي فاول لكريم العواضي تمشي كرة للترجي التونسي مينيموم مضرب فيه كرة ترجع للترجي حافظ على الكرة طريقة للترجي الخبرة الآن الخبرة الآن لازم نشد الكرة المولي هذا اللي يعمل فيه الترجي اللي تكتيكيا نجح في مباراة اليوم وهي في رأيي أحسن مباراة للترجي الرياضي منذ بداية الشامبيونز ليغ 2013 تمشي كرة للفريق الإيفواري كواديو كواديو رقم 7 باش يدخل لاعب قربة وعنده يعني الجنسية المزدوجة النيجيرية والنيجيرية نيجر نيجيريا كرة خطيرة جدا فما تسلل لا التوزيع
والكرة برا اوت، ضربة مرمى، ضربة مرمى للترجي الرياضي، ضربة مرمى للترجي الرياضي التونسي الدقيقة 86 والنتيجة 1-0. هذا اللي حكيت عليه قربة قربة، مهاجم آخر طبعا المدرب الإيفواري ريغو جيرفي، يلعب الكل في الكل. الشوط الثاني كما توقعنا كان أصعب، فرص كثيرة من الفريق الإيفواري والترجي المباغتة، هدف البرق وهدف الصادم في الدقيقة 47 من المباراة لحد الآن، إن شاء الله في اتجاه أن يحسم معركة أبيدجان في استاد روبرت شامبرو للترجي الرياضي. تمشي كرة وسط الميدان، هلعب يا الترجي إن شاء الله زينة، ثلاثة دقائق مازالوا، تمشي كرة للترجي الرياضي التونسي، زيد له يمشي بالكرة مرة أخرى، العواضي العواضي وكرة تخرج أوت، لا 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 أرجع أرجع، أوكي كرة ترجع للفريق أو العكري. سيف الدين اللي ممكن نقول قدم أداء مقنع الحقيقة جيد في العشرين دقيقة اللي لعبها، كرة تمشي للفريق الإيفواري، كرة تتهيا مرة ثانية عن طريق ال 18 يوبو، يوبو يمشي بالكرة لكاسي، كاسي يوزع كرة العواضي ما زاد كي داخل يا كريم، نورمالمون فريش وفري و ترجع كرة للفريق الإيفواري، كرة ترجع للفريق الإيفواري 88 دقيقة ما عادش تعليق ولا دعاء، ترجع الكرة للفريق الإيفواري، خطير خرجته، برافو الزوادي، برافو شمس الدين الزوادي، ترجع الكرة مرة أخرى من سيوي سبورت، 1-0 للترجي الرياضي وكرة في التماس، كرة في التماس يتنفس خلال الترجي السعداء، مازال الإصرار الإيفواري للتعادل، ترجي يجيك الربح يلزم نفلتوش اليوم، احنا النقطة كانت تكفي لكن كي جات ثلاث نقاط وبجدارة واستحقاق، ترجي إن شاء الله ما يضيعش ماتشو بإذن الله. تمشي كرة مجدي التراوي، مجدي التراوي نعاودوا نشدوا الكرة يا مجدي، نعاودوا نشدوا الكرة في وسط الميدان، هذا الحل لما نخسروها بسرعة وترجع علينا باتاك يعني صعبة، ترجع الكرة إيفوارية عن طريق وترا، وترا يمشي بالكرة كواديو، كواديو وحدك وحدك بن شريفية وحدك، تمشي كرة للمعز بن شريفية، دقيقة ونصف لنهاية المباراة، هنا روبرت شامبرو، جزيرة بلوس فور، ترجي 1، سيوي سبورت 0، دراجي في بداية الشوط الثاني، في خطا على الترجي الرياضي ضد البلالي، فاول على يوسف البلالي، إعادة التمركز الأولاد، تغيير الثالث، صحيح ماهر الآن، نقطع الوقت خلاص الدقيقة الأخيرة، تمشي كرة طويلة ترجع بالراس شمس الدين الزوادي مرة أولى مرة ثانية المولي عندك كرة للترجي الرياضي سيف الدين العكرمي سيف الدين العكرمي سيف الدين العكرمي وكرة تبقى في مناطق الفريق الإيفواري تمشي كرة للترجي الرياضي التونسي إن شاء الله في الدفاع عندك بالراس خطيرة مرة أولى مرة ثانية ما غير خطأ ما يسددش كرة صعيبة برشا على الرواد خطيرة جدا عرضية والترجي الرياضي في الدفاع وكرة ركنية ركنية الدقيقة الأخيرة دقيقة 90 ركنية الدقيقة الأخيرة ممكن 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 بن منصور ممكن بن منصور يدخلوا الكنزاري الآن في الدفاع مدافع إضافي ممكن ممكن بن منصور خاصة بداوا يطولوا في الكرة بالمطلوب الآن بن منصور تمشي كرة دقيقة 90 كرة خطيرة بالرأس برافو برافو عن ترياحيا ترجع مرة أولى خرجها شنو مرة ثانية ومرة ثالثة كرة للترجي الرياضي باع وروح يا بلالي البلالي البلالي حل عينيك بدل الكرة اطلب للعواضي العب كرة وجيت برافو اوه قدام للدربالي ما عطاهاش في المكان المناسب 90 دقيقة دخلنا في الوقت الضايع كرة ترجع لفريق الإيفواري وكرة تبقى للترجي الرياضي التونسي ستعود للترجي الرياضي التونسي كرة لفريق الترجي ممكن اخر المحاولات الإيفوارية لادراك التعادل كم سيضيف الحكم السنغالي فال الترجي يتقدم بهدف الترجي اللي عنده مباراة قمة يوم الخميس دوري التونسي بادي مولع يعني الترجي الرياضي فما ماتش الترجي في بنزرت ضد البنزرتي فما القمة والكلاسيكو النادي الرياضي الصفاقسي
هو النادي الافريقي. هو ديربي الساحل بين الاتحاد غيسام وفريق نجم الساحل. موسم جديد ان شاء الله، ان شاء الله يكون في كل نجاح للكره التونسيه. يدخل ايهاب المباركي، يدخل المباركي بديل للدراجي. ماهر يقتل الوقت في هذا التغيير. تمشي كره طويله، كره للفريق الايفواري. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. تمشي كره ايفواريه، كره للسيوي سبورت. يطولوا كره عن رياح ممتاز. ترجع الكره من شمس الدين الزوادي، كره بعيده. يلزم الترجي يلزم يشدوا الملاعبيه الكره. ترجع الكره للفريق الايفواري. حذاري، حذاري الكره، حذاري. والترجي الرياضي عنده كره بلالي تيح، يربح فوق. لا الكره ترجع، والمباركي كره ترجع مره اخرى. التسديده بعيده اوت. كره لفريق الترجي الرياضي. الحمد لله اليوم اكون بعد لحظات في انكسار تاريخي ان شاء الله للترجي الرياضي التونسي في كوت ديفوار بعد 7 أهزاء. كنت حضرت وعلقت في 2001 على اول انتصار في الجزائر للترجي الرياضي، هدف ابراهيم ادياكي. اول انتصار للترجي في نيجيريا العام الماضي على سانشاين ستارز، واول فوز للترجي ايضا في الاراضي المغربيه، هدف بوعزي في 90+4 ضد الماس والواك في دوري ابطال العرب. ان شاء الله اليوم تكتمل الرحله في الملاعب الصعبه، الملاعب الايفواريه. والكره في التماس، كره في التماس للترجي الرياضي التونسي. زفر يا حكم، انتهت المباراه. 3 دقائق وقت بدل ضايع. لا يلدغ الترجي من الوقت البديل مرتين. هاني نبهك يا دربالي، امشي يا سامح دربالي. ترجع الكره للفريق الايفواري، خطيره جدا الكره الاخيره. تمشي الكره لفريق الكوت ديفوار. 93 دقيقه، تمشي الكره عن طريق اللي يكون ولا ما عادش مثبت واحد في الاسماء وفي الارقام. ترجع كره خطيره، حذاري، حذاري. والدفاع، برافو، دفاع ممتازه، ممتازه. شمس الدين الزوادي ما عادش يخسر الكره يا ولدي. ترجع الكره للفريق الايفواري، كره للفريق الايفواري. ترجع مره اخرى، خطيره جدا، وكره للتعادل، خطيره جدا. ارتباك من فريق الترجي والدفاع، المباراه ما فاتش. هو بن شريفية، كرة في الركنية، كرة في الركنية، كرة للفريق الإيفواري. ترجع بالراس تراوي، كرة من تراوي، راهي الشبكة فارغة. يودي يعطيني الكرة، تعطيني في هذا شنو. كرة ترجع للفريق الإيفواري. 4 دقائق وانتهت، وانتهت انتصار تاريخي، هيستوريكو، انتصار تاريخي للترجي التونسي في الكوت ديفوار بعد 7 هزائم. السحر الاسود يداويه السحر الابيض، اسامه دراجي. السحر الاسود في ابيجان يداويه السحر الابيض، اسامه دراجي. الترجي يكسب في الكوت ديفوار بعد 7 هزائم، 1-0 عن طريق دراجي. الترجي في الصداره وفي الطليعه. يوم مهم جدا، يرمم فيه الترجي المعنويات، يستعيد المورال، يستعيد الصداره، يستعيد النقاط. وفي السيمي فاينل اطمنوا على ترجيكم. 1-0 للترجي التونسي. اسامه الدراجي، برافو 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 لمعز بن شريفيه بطل المباراه. تعرف المعلقين والمحللين والصحفيين ديما يختاروا الهداف نجم المباراه. لا، نجم المباراه اليوم امامكم بالقميص نمبر 1 معز بن شريفيه. انقذ الترجي من 3-4 أهداف محققين في الشوط الثاني. ترجي يخدم في اجواء مريحه، لان بعد الانتصار كان ممكن الترجي بالايام القادمه يكون اداء افضل، لازم يصلح بعض الغلاط. لكن الروح ترجع والمورال يكبر والثقه ترجع في حديقه الترجي، الحديقه باء. الان نرجع للاستوديو، استوديو 9 عن طريق دراجي الهدف وعن طريق بديع بن جمعه. بقيه الاستوديو التحليلي مع ايمانويل امونيكي وقيس اليعقوبي. ربحه للسي اس اس، فوز للسي ا بي، فوز للترجي التونسي. في اثيوبيا ربحنا، في الكوت ديفوار فزنا، المنتخب يربح الكونغو، والليتوال ترجع بنول. جمعه كانت مزيانه برشا، الكره التونسيه اللي يحبون نموتوا بالكره.
العالي وتسهل ايام شوفونا كيف راح نسير وتبكي شلفان يسهل فراش يا العالي وتسهل ايام شوفونا كيف راح نسير وتبكي شلفان واللي يبغينا يجي معنا واللي ما يبغي ينسينا على درامة ربينا كل تيفور ترايا وبينا تحلى اللمة طاح بالكل سمري عنا وكلام الغير ما يعنينا يشهد ربي على كلامي الكربة سود عنواني باش نفك سيق قدامي واحنا وراه نقيم الهول فيراج مستور عندك فينا مدخول حاكم بينا ملموم ولمتنا ما تفنى فيراج مستور عندك فينا مدخول حاكم بينا ملموم ولمتنا ما تفنى يا العالي وتسهل ايام شوفونا كيف راح نسير وتبكي شلفان يسهل فراش يا العالي وتسهل ايام شوفونا كيف راح نسير وتبكي شلفان واللي يبغينا يجي معنا واللي ما يبغي ينسينا على درامة ربينا كل تيفور ترايا وبينا تحلى اللمة طاح بالكل سمري عنا وكلام الغير ما يعنينا يشهد ربي على كلامي